استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة أميرة ويلز وقرينته صاحبة السمو الملكي كاميلا دوقة كورنوال بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وتبادل جلالة الملك المفدى مع سمو الأمير تشارلز الأحاديث الودية حول ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وطيدة ومتميزة قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، مشيدا حفظه الله بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز للمملكة والتي تعكس مدى تطور وتميز علاقات البلدين الصديقين المتنامية، ومؤكدا على دور سموه في ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها لما فيه خير المملكتين ومصلحة الشعبين الصديقين. هذا وقد شاهد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز وقرينته صاحبة السمو الملكي كاميلا دوقة كورنوال عرضا للخيل العربية البحرينية الأصيلة والخيول العربية التي تتميز بعراقتها وجودتها، واستمع ضيف البلاد الكريم وقرينته إلى إيجاز حول هذه الخيل والجهود المبذولة للاهتمام بها والمحافظة على سلالاتها. فيما تبادل جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز الأحاديث حول مهرجانات سباقات الخيول في مملكة البحرين والمملكة المتحدة وأهميتها في تعزيز ونشر هذه الرياضة الأصيلة في الأوساط المحلية والعالمية، مؤكدا جلالته أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة في مختلف السباقات التي تقام بالمملكة المتحدة الصديقة بشكل عام ومهرجان رويال وينتسر للفروسية بصفة خاصة والذي يعد أحد أهم المهرجانات العالمية في مجال الفروسية. وقد عبر صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة أمير ويلز عن عميق شكره وبالغ تقديره لجلالة الملك المفدى على ما وجده من حفوة الاستقبال وكرم الضيافة في مملكة البحرين والتي تعكس أصالة وعراقة هذا البلد وشعبه المضياف، معربا عن إعجابه بما شاهده من عرض للخيل العربية البحرينية الأصيلة التي تتميز بجمالها وجودتها. وفي ختام العرض ودعا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ضيف البلاد الكبير صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة أميرة ويلز وقرينته صاحبة السمو الملكي كاميلا دوقة كورنوال، شاكرا جلالته لسموه هذه الزيارة ونتائجها الإيجابية لتطوير وتنمية علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.